الرحمن الرحيم. أقامت جمعية شام شريف الخيرية دورات تعليمية خاصة بالأطفال السوريين اللاجئين في مدينة إسطنبول، وذلك بهدف استغلال وقتهم في تحصيل العلم الشرعي. وقد حظيت دورات القرآن الكريم للصغار برعاية من مسجد السلطان يافوس سليم، أشهر المساجد التاريخية التركية. معهد جيل القرآن هو معهد تعليمي توجيهي ترفيهي تطوعي مجاني، يهدف إلى تدريس المهجرين من الأطفال السوريين الذين يقطنون في مدينة إسطنبول. العمل بدأ بغرة شهر شعبان المبارك، كان يهدف إلى تعبئة أوقات الطلاب في العطلة الصيفية لتعلم القرآن الكريم وبناء جيل يعتمد عليه في المرحلة المستقبلية إن شاء الله في سوريا. حفظ القرآن الكريم وتعلم السيرة النبوية والفقه أولويات الجمعية في ملء وقت فراغ هؤلاء الأطفال الذين تركوا بيوتهم ومدارسهم في سوريا بسبب الحرب الدائرة هناك. الحمد لله نحن كثير استفدنا من دورة معهد جيل القرآن، ملينا وقتنا بالصيفية كلها، كثير استفدنا بالكتب اللي قرونا اياها، حفظونا قرآن دورات مكثفة، والحمد لله كثير استفدنا. القائمون على هذه النشاطات يقولون انهم عازمون على تعليم الأطفال السوريين اللاجئين للغة التركية في مسعى منهم لتخفيف عبء التواصل مع جيرانهم الأتراك. تهدف هذه المبادرة الشبابية السورية التطوعية إلى إعادة بناء الروابط الاجتماعية بين الأطفال السوريين اللاجئين هنا في تركيا، وذلك من خلال حلقات لتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية. مهران عيسى، سكاي نيوز عربية، إسطنبول.